في قوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، لماذا قال يستغفرون وهم منتهون من عبادة، ولما لم يقل يحمدون الله جل وعلا، وما الحكمة في ختمها بالاستغفار؟ لأن الإنسان مهما عمل فهو مقصر، فهو يستغفر عن التقصير، يصلي ويستغفر عن التقصير. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الفريضة يستغفر الله ثلاثة من التقصير، لأن العبد مهما عمل فهو مقصر في حق الله سبحانه وتعالى، فهذا استغفار عن التقصير، الإنسان ما يكمل نفسه. هذا وجه ختمه بالاستغفار. نعم.